تمام دكتور، تفضل براحتك. علشان نبارك بس التصفيح مالته شوي ما بعرف. جهزت طلاب؟ طلاب جاهزين؟ نعم دكتور، إن شاء الله. لانه لا هذا يكون رد فعل سريع على المدعم عن الصوت واصل مواصل من تبديل يكون الى هنا تركز غير تركز المفروض زين. احنا ديش ال لا ديش المحاضره ما صرتكم من صادف بس كان وصار بيها اشكال معينه المحاضره. انتوا تتذكرون المحاضرة اللي حصلت يوم على الهاتف وياي فاهمينها؟ نعم دكتور، ان شاء الله واضح الصوت. احنا ديت المحاضره مالت الهايبوليبيديميا فاهمينها انتم محاضره الهايبوليبيديميا؟ ان شاء الله دكتور. احنا قلنا الهايبوليبيديميا قسمناها على اساس الفوليوم ستيتس وقلنا اكو نورمال فوليوم وهايبر فوليوم وهايبر فوليوم بالنسبه للتقسيم، وقلنا احنا نورمال فوليوم هايبر هايبوليبيديميا قلنا اهم شيء موضوع السياده سندروم نيفروبري سكريشن اوف انتيديارتيك هرمون. وقلنا المانجمنت دائما نقول بالهايبوليتريميا دائما نقول اكيوت او كرونيك. اذا اكيوت وسيفير سيمتوم وسي ان اس مانفستيشن قويه والمريض تعبان نقطه هايبوكرونيك سلام، واذا لا المريض كرونيك وعلى كيفه تسوي بس ريستركشن للفلويد بدل ما تحط له تثقيل تحط له دراج 500 سي سي فلويد بس ريستركشن ونوم ما تحط دراكس. والدراكس حكينا قلنا اكو دراكس قديمه سولفنا عليه واكو دراكس جديده اللي هي البتان جروب والعلم. اوكي هذا بالنسبه للهايبو نتريميا كل وحده فيها فيت يعني هايبو نتريميا فيها كلمتين كلمه في الاكيوت والكرونيك وكلمه في الفاليوم ستيتس مهمه والكلمه الثالثه انه ما تسوي رابط كوركشن للهايبو نتريميا لان اذا سويت رابط كوركشن للهايبو نتريميا راح تسوي موضوع يسمونه سنترال فونتاين ماليجنايسيس ويشل المريض شلل رباعي وظل ما يحكي مدى الحياه وسولفنا عليه. هسه نجي على الهايبرمتريميا، الهايبرمتريميا دائما الكوزز مالتها ركز وياي على هاي الجمله، اهم جمله هاي. لا تدوخ بيها. الكوزز مال الهايبرمتريميا هو نفس الكوزز مال فقدان المي يعني 99% من الاسباب الصوديوم طبيعي بس المي ينشف من الجسم. المي الووتر ينشف من الجسم، فبالتالي هو الصوديوم ما زاد بس بسبب قله الماي صار عنده هايبرمتريميا. واضحه الصوره؟ اذا اهم كوز واهم كوز 95 99% من الكوزز هو يسمونه ان ريبليس ووتر لوس يعني عندك فقدان مي وما عوضته فقدان مي وما عوضته. شنو الاسباب اللي تسوي فقدان مي وما تعوض وبالتالي يصعد الصوديوم مثل الشاي والشكر قلنا المي قليل والشكر وايد فيصير مثل الدبس. هسه هنا الووتر يروح من الجسم وما يتعوض فالصوديوم يكون عالي. شنو الاسباب اللي تسبب لك اياها؟ انسى السبب هذا السويت لوس تعرق بطريقه غزيره وانت ما تشرب مي.
الثاني جاسترو انتستاينال بوس مثل واحد كوليرا او ماكوليرا مدريوسس دياريا قويه سكريتري دياريا اسهال كلش قوي مي وما تحضر لا يكون مغذيات ولا يشرب سوائل ولا يشرب هذا ولذلك هو الاسهال احنا شو نقول دائما نقول له مو شغله تاخذ فلاجيل وعلاجات وهاي نقول له اهم شيء تعويض السوائل حتى لا طفل نقول له الماي نقول له اهم شيء تعويض السوائل والطفل اكثر تعرض للهايبرنترينيا من الكبار ليش؟ اكو واحد يقدر يقول لي ليش؟ ليش الطفل اكثر تعرض ويتاذى اكثر ويصير جفاف وهايبرنترينيا اكثر؟ لسبب واحد وياي طلاب سامعين؟ سمعون؟ نعم طلاب شنو السبب اللي يخليك يخلي الطفل اكثر؟ لانه نسبه الوتر بالطفل قلنا 70% وبعدين نسبه الوتر بالادلت 60% وبالفيديان 50% وبالكبار بالعمر 40% اذا انت كل ما العمر صغير كمية المي أكثر من كمية الصور، فبالتالي أي تعرض أي إسهال يأثر على الجسم العدة مي أكثر لأن راح يفقد أكثر لأن بدوية ما تأثر شيء مي إذا هسه يا أما عن طريق التعرض أو عن طريق فقدان الجي آي تي عن طريق الدياريا أو مرض يسمونه هو فقدان بس الوتر وما يفقد الصوديوم عن طريق الأنتي دياريتيك هرمون ما موجود بالجسم فيسمونه دايابيتس انسيبيدس والدايابيتس انسيبيدس نوعين يا اما سبب الدمار يسمونه سنترال او كرينيال دايابيتس انسيبيدس او كرينيال بعد المحاضره او الديفكت بالكدني يسمونه نفروجينيك دايابيتس انسيبيدس او يسمونه السكر الكاذب يعني ما بدل ما لترتين المريض يتبول 20 لتر بس هو المريض ليش يتبول 20 لتر بالايام العاديه ليش ما يصير عنده هايبرمترينيا؟ ليش؟ ما يصير عنده هايبرمترينيا المريض ليش؟ لانه هو صاحي فيعوضه على شكل مي، يذب 20 لتر يشرب 20 لتر، بس اذا صار لاي سبب كان فقد الوعي سوى عمليه لسلمين هذا راح تبين عنده الهايبرمترينيا والاوزموتيك دايريسيس واكو نوبات حاله نفسيه بدل ما يشرب مي يسمونها برايمري هايبودكسيا، برايمري هايبودكسيا ما يشرب مي ما يشرب مي، اذا اهم سبب للهايبرمترينيا اكثر من 95% هو فقدان المي بثبات الصوديوم، الثاني لا الووتر ينفقد بس ينفقد يطلع من خارج الخليه الى داخل الخليه وبالتالي الصوديوم يكثر خارج الخليه، بس ليش؟ اثنين اسباب يسببها دخول الصوديوم الى داخل الخليه اجباريا. الاولى اذا سبير اكسرسايز شوطين بالصيف وتلعب طوبه شوطين بالقوي يسمونه هايبرمترينيا لذلك تدوخ وتتعب وتعرق. والثانيه اذا سيجرز واحد اجت صرخ حاله صرخ بس تكررت اكثر من مره هم تسوي لك حكم مثلي. فاذا قلت لك المريض عنده ستيتس ابيليتيكس عنده نوبات صرخ متكرره وراها قاعد المريض بس ما منتبه ودايق وتعبان لازم تقلي ممكن الريبيت السيجرز تسوي لك حكم مثلي. والاخيرا لا صوديوم اوفرلود انت تحط مغذيات فيها صوديوم. فاذا كل انسانات اهم شيء تقول اذا قلت لك المانجمنت مال الهايبر مثلي شو تقول لي؟ اعالج فقدان المي. اكتبها هاي الملاحظه. management of hyperglycemia هي نفسها management of يعني water loss زين زين هسه المريض قبل هاي الجلوكوز شنو الاعراض السريريه اللي تجي؟ يجي لك نون سبيسيفيك اول مره هذول اللي يلعبون طوبه شوطين اللي قلنا عليهم او واحد تعرض او اسهال شو يصير عنده؟ انا الاسهال والهاي علامات الهرمون يجي لك المريض انا ما اكل انا روكسي ما مرتاح لعبان نفس فومتنج تحير هاي البدايه تصير انتركت ما عالجت الهايبرمترينيا ما اعطيته سوائل تصير بعدين دوخه نحول مرتبك المريض بعدين تتطور اكثر يظل ينام بعدين تتطور اكثر يظل يفقد ويفقد تماما وممكن كذلك هم تصير حركه غريبه بالعضلات اذا انا روكسي ونوزيو مومنت وذيك السؤال ريتابلتي ديستربن من اوكتر شسنس كومن وتويتشنج ويوصل مرحله ترمال وهايبر ريفلكسيف هاي العلامات السريريه يسمونها نن سبيسيفيك، شنو نن سبيسيفيك؟ تذكر بها وخلي عليها خط احمر. هذني اي الكترولايت سيرفس، اقول لك شنو الكلمة فيتشر تقدر تخليك نفس. بالشعبات صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم، كل سوا تقريبا نصه. زين. هنا الهايبر مثلية ما في سالفة في الهايبر مثلية. هم بيها كلمة اكيوت اقل من 48 ساعة غفران. هم الاكيوت هايبر مثلية هي السريعة وهي الخطرة وهي لازم تتعالج بسرعة. الكرونيك هايبرمترينيا هي البطيئة وهي اللي لازم تصحح أو تنزل الصوديوم بطريقة بطيئة ما تحتاج. ليش؟ لأن الكرونيك هايبرمترينيا المريض صار عنده شلل رباعي مصطلح نام بسرعة. والكرونيك هايبرمترينيا
اذا صلحت السبعه يصير صرفها قديمه، واضح الصوره؟ تبتدي تبارك من هذا الموضوع، بس الاكيوت بالحالتين تعالج بصوره سريعه، ليش؟ لان الاكيوت هايبرنفرين اذا تركت شو تسوي؟ تخيل انت الاوزمولاريتي مال البرين كلش عالي، فشو تسوي؟ يصير بيها شرنكج الخلايا. بس من يصير بيها شرنكج؟ الجبل الاورده مال المحيط مال الدماغ، فبعدين تنفجر الاورده، فيصير يسمونه هذا المصطلح خروج الدم بالمنجز يسمونه سب الكترون كوماج. اذا اول مره برين شرنكج فينوس كونجيشن بعدين يصير سب الكترون كوماج، بعدين مره سب الكترون كوماج الدم تكثر بالنص يسمونه فينوس ترومبوس. فاذا قلت لك الاكيوت كومبليكيشن شو يصير بالدماغ؟ بالشرنكج كونجيشن سب الكترون كوماج وثرومبوسس بالنص، واضحه الصوره؟ وبالتالي بعدين اللي كنت يؤدي الى الوفاه. زين هسه المانجمنت مالتك شلون المانجمنت مالتك؟ انه تقسم الهايبرنفرين تقسمها ماي وموتريت وسيفير. الليفر مالتك هو الضريع لحد 145 طابق الى 246 لحد 149 يسمونه ماي، من 149 او 150 من 169 يسمونها موتريت، اكثر من 170 سيفير. اذا المريض سيفير واذا المريض اكيوت واذا المريض سيفير مانفستيشن تصلح اكثر مثل الهايبر كافيين مو تساهل. اذا قلت لك انا صعود الصوديوم او نزول الصوديوم شنو اللي يحدد العلاج؟ قلت يا شباب اكيوت لو كرونيك اعراض قويه لو لا ايش قد الليفل مالك؟ زين زين العلاج مالك شو تسوي انت؟ العلاج مثل ما قلت العلاج اذا اقل من 48 ساعه اصلحها بسرعه بالفلوس راح نجيك تعلم. لكن حطينا هايبر كرونيك سلاين اذا عكس بينما اذا كرونيك لا هناك يسوون هذا ريستركشن وبين ادريكس وهذا الالكترونيك على كيفك تصلح شوي شوي على كيفك بعدين نجي نحكي عليه. زين شنو الكي بوينت؟ شنو انا الرسائل اللي اريد اعطيك اياها والمفاتيح نقاط المفاتيح اللي ستارت تريتمنت ذاك شنو التريتمنت مالته؟ التريتمنت مالته بس نورمال سلايم مالح او هايبر كرونيك سلايم مالح كلش. ليش؟ لان الصوديوم عنده قليل، هذا الصوديوم عنده عالي. ذاك الصوديوم قلنا التصليح مالته يكون ما يقبل ال 12 ملي كوبلت، هنا التنزيل مالته يكون ما يقبل ال 12 ملي كوبلت مليون الواحد، فهنا نفس المبادئ بس الفرق ذاك تعطيه مخدر مالح هذا تعطيه مخدر حلو هذا مو تتخفض. اذا تدي بجلوكوز ووتر بس عاده احنا بالبدايه هل المريض هايبوتنشن وتعبان هم يراد اذا اعطيناه مخدر مالح واحد بدور المريض واذا اعطيناه مهدي بس حد واحدة هم ما يسحب ضغط المريض. فدائما ايش نخلط بالبدايه وياي؟ نبدا اي بي صوديوم كلورايد مالح خاصه ابو النص ونخلط وياه جلوكوز ووتر. The rate of correction should not exceed نص مليليتر بير كي بير ليتر بير لتر. يعني يكون انت نص ملي اكوبلنت بكل لتر، يعني اليوم الواحد ما تقبل 12 ملي اكوبلنت. وقلنا ليش؟ لانه اذا قبضت ال 12 وصرحت بسرعه هناك بالهايبوتنشن يصير شلل رباعي يسمونه سنترال بولتاين، وهنا المريض يصير عنده مي يسمونه سيرفرال اديمه، والسيرفرال اديمه يصير وياها رشفه وبعدين يصير سرق وبعدين يصير بيرمننت دامج بالبرين وبعدين يموت المريض. اذا اريدك تحفظ المبادئ العامه لين تصلح اذا اكيوت وسفير وقراءه قويه. إذا كرونيك لا صلح بسرعة، إذا أكيوت صلح بسرعة. ليش ما صلح بسرعة؟ هناك يصير كونفرتيشن يسمونه سنترال بروتين مارينا بيسس، وهنا يصير سيرفر قديمة. فقط لا فيس. زين. هنا مطيق. ليش ما أنطي أنا بالبداية أيزوتونيك سلايم مغذي مالح؟ ليش ما أنطي من البداية؟ ما أنطي لأنه يسحب الصوديوم وتدمر الجمهور. فيرتش تو كروز ووتر. زين. الأين اللي أنطي؟ أنا أنطي تو كروز ووتر ممكن اعطي واحده بس الا هنا ذا سول الوحيد الانديكيشن على مود تطبق ايزوتونيك سلايم تو بيشنت وذ هايبرنفرين از ديبليشن اوف اكسترافيلر فلويد كواليتي. مريض عنده جفاف ونازل ضغط المهدئ حلو اخذها قاعده المهدئ حلو ما يصعد الضغط ولا يتعود الامراض. اذا المريض اجار فريش مالي تقدر تطلب الجلوكوز ووتر واحده بس اذا المريض قال لك انا ضغط هابط وتعبان ومحلان لازم اعوض مغذي مالك ويجي مغذي حلو في حاله الهايبر نفرينيا. بس في حاله الهايبر نفرينيا لا ما هو مغذي حلو كله مغذي مالك نورمال سلاين او هايبر تونيك سلاين. واضحه الصوره؟
قلنا المغذي المالح اذا الاحتكار هو بالبوينت 9 او بال45 دقيقه الى حسب الواقع، اذا ضبط كل اشعارات او بالبوينت 9، اذا ضبط 100 مليجرام او النص بالمية، واضح؟ زين. وقال لك هنا اكستريم كير اذا صلى الهايبرنتينيا بسرعه نزله وهو من اللي حاضر 48 ساعه راح الاوزمولات مال البرين تبقى عاليه وما الدم تنزل بسرعه فيسحب الفلود للبرين فيغرق البرين بالفلود ويصير مصطلح يسمونه عيال بروتين سيربرال ايديما، والسيربرال ايديما يعني الوريد ميكس. وقال اذا انشل رباعي هذول الاثنين تحفظ تصحيح الهايبرنتينيا والهايبرنتينيا اذا هن كرونيك وسويت سريعات بتكلم المريض. مو تنسى هاي القاعده، قاعده مليار دولار. هسه انت اعطيتك محاضره اسمها ووتر ديفيسيت شلون يعني يقول لي ليش انا اعطيتك محاضره هسه الووتر ديفيسيت شلون اقصها؟ ليش ما اعطيتها من البدايه؟ ليش؟ من اللي يقول موسى زهراء حسن عبد الله نايمين طبعا فارس 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 كثير نايمين انتم؟ نعم دكتور غاب ليش اعطيت الوتر بيتسك؟ ليش هسه راح احسب لك اياها الوتر بيتسك؟ لان بدايه المحاضره ايش قلت لكم انا؟ شنو الكوزز اوف هايبرنتريمين؟ ديفيشنسي اوف ووتر راح يؤدي الى هايبر ناتريميا. انا بالحقيقه لان احنا من البدايه قلنا ان من اسباب الهايبر ناتريميا هو مو صعود الصوديوم هو نزول الووتر هو فقدان الووتر بدون تعويض. فانت الووتر لازم تحفظ ايش قد من تعالج المريض. تذكر من قبل ان اعطيتك محاضره شلون نحافظها بس هنا لازم تحفظ ايش قد فقد ووتر. فانا اكو محاضره كاتب لك الووتر ديفيسيت بس هاي نازله جوا مدري ايش احفظها الووتر ديفيسيت هاي المعادله يساوي السي بي دبليو يسمونه كرنت بودي ووتر ايش قد كميه الوتر بالجسم في البلازما صوديوم اللي عندك القراءه طلعت لك صوديوم على 140 انت تريده ناقص واحد انت شلون تحفظ الكرنت بودي ووتر؟ تتذكر النسبه اذا طفل تقول 70% اذا ادلت وميل 60% اذا ادلت وفيميل 50% اذا كبير بالعمر ايش قلنا 40% واذا المريض هايبر نتريميا فوق ال 160 نقص 10%. فاذا المريضه هسه مرت واجتك وزنها 60 كيلو، شضرب انا هي المفروض 50% وهايبر نتريميا صارت 168 اسوي 40%. فاضرب هنا 0.4 يعني 40% في بادي ويت. بادي ويت ايش قد؟ 60 كيلو. على ايش قد القراءه مطلوب الصوديوم؟ 168 على 140 ناقص 1 يساوي 4.5 8 لتر. هاي ترى ما تقدر هاي المحاضرة، يعني هاي ما تقدر المعادلة تفيدك. تفيدك انك تحسب ووتر انت. تريد تحسب ووتر مهمة جدا. واضحة الصورة؟ لا، تريد تحسب انت تريد تحسب الووتر. مهم جدا احسب الووتر، لأن هسه الأطباء اللي بقوا مثلا جدا أي واحد شيء يقول لك أنا هذا طيب لتر كير، هذا لتر كير ونص. ماكو شيء، أنت تقدر تحسبها. يابا هاي مرة، عندها هاي برنامجين، إذا الأقرب بوينت فور. يعني اذا هي كانت 50% نسبه الوتر نقصها 10 صارت 40%، ايش قد وزن 60 في 60 ايش قد اقدر اعمل الصوديوم 170 على 140 ناقص 1 تطلع لك كميه الوتر. من كميه الوتر تعوض على شكل شنو مغذي حلو، هذا الفقر تخبط وياه شنو مغذي ما اعرف انتهى الموضوع. الكوركشي لازم ما يقدر 12 مللي كوبريت باليوم على مود لا تصير بمشاكل. زين وهنا كاتب لك انا تريتمنت اوف مودريت هايبرنتيميا في الوتر ديفيسيت وهنا كاتب لك انا من تعوض الوتر دير بالكم هاي قاعده مهمه جدا من تعوض المريض او الهايبرنتيميا اكو شيء اسمه مينتنس يعني احنا يوميا نحتاج 1000 ونص الى 2000 مي هذا مينتنس هو المريض فاقد عندك انت لا انت ايش تطلب ديفيسيت ايش قد فقط هو حسبناه 4.5 ووتر مثلا ذكر وبعد الجوين بلوس واحد بعد الاستسهال انا في كل مره تطلع ب 12 مثلا احسب 100 كيس وبعد اكو مينتنس احتياج اليوم اذا انت دائما تريد تحسب التوتال بودي ريكوايرمنت ايش قد الاحتياج عند مريض عنده اسهال وفاقد وعنده هايبر نتيجه بالطوارئ ايش تحسب تقول اريد مينتنس واريد ديفيسيت
والاوتبوت بلوس تجمعها الكلمه يطلع لك التوتال بدوري التقييم على شكل اي في صوديوم يعني مالك زائد جلوكوز وتقسم من الصحه التدريجيه ما قصرنا زين هاي مبادئ عامه السيفير هايبرنترينيا كاتب لك على سيفير هايبرنترينيا ريكوايرد سيفير هايبرنترينيا كلش شديده وعمر الاثنين 48 ساعه دير بالك الكوركشن يكون استوى اخطا ليش؟ على مود لا يصير عند المريض شنو؟ سيربرال اديما سيربرال اديما كلش مهمه هناك شو يصير عنده؟ سنترال بورتاين مالينولايسيس بالهايبرنترينيا بينما بالهايبرنترينيا يصير عنده مي بالدماغ ويصير عنده سيربرال اديما واضحه الصوره؟ هاي قلت لكم بالمحاضره الاخيره احكي لكم بالتذكر قلت لكم الهايبرنترينيا هو فقدان المي فقدان المي عن طريق الجيل التعرق او عن طريق الجي اي جي بوكتي او دياريا او عن طريق الرينال وعن طريق اول مريض على الاكسيوم ما يشتغل عن طريق الرينال لان مرض اسمه دايابيتس انسيداس السكر كاذب وسكر انسيداس وهذا اما الدمار ما يفرز اي جي اتش فيدمر كل شوية عشان يسمونه كرينيال او سنتر او الكلى اللي ما تستجيب للاي بي اتش انت دارك الهرمون ويسمونه نفروجينيك تعرف السكر المريض ايش يجي؟ يجي كواليتي يشرب مي هون ويبول الوار فتشدوا يعني شو الديفرنشال دايكنوز اذا شو تتوقع المريض اذا اجاك يبول الوار شو هاي ما تتوقع اذا المريض اجاك يشرب مي هواي ويبول الوار يروح للطبيب شو يسوي؟ يسوي له تحليل سكر يبدا تحليل سكر طبيعي شو بده؟ شاف شلون؟ شو ما يعني كلمة يقول الواي يشرب ماي واي يا بابا إلا سكر إلا دايابيتس لا تقول المريض يا أما دايابيتس سكر أو هايبر كالسيمي هسا راح نجي نحكيها صعود الكالسيوم أو عنده دايابيتس انسيبيتس ثلاثة أو عنده سوليو دايابيتس شنو سوليو دايابيتس؟ فوليوم اكسبانشن سكندري تو هاي بروتين أو بوست أوكسيدكتيف أنت اللي تهمك اللي تهمك أربعة الواحد يقول الواي يشرب الواي ثم كبار أولى عنده سكري ثاني عنده دايابيتس انسيبيدس ثلاثة حالة نفسية عكس ذاك يسمونها برايمري هايبرتنسية والأربعة اللي عندك هو هذا اللي عنده تقريبا ثلاثة والهايبر كالسيوم أربعة اللي يجيك يقول له واحد بيشرب واحد شو تسوي له؟ تسوي له سكر وتسوي له كالسيوم وتشوف حالته النفسية مهمة إذا عندنا طبيعيات تسوي تحاليل المرضى دايابيتس انسيبيدس دائما تسجل بس اعطيكم اياها بعدين انا بالرابع اعطيكم محاضرات انهم شنو اللي دائما تسجل بس بالتحديد يسمونها البيت اوزمولاريتي تشيك البريح البلد واليورين وبعدين تشخصها بالتحديد يسمونها موتور ديبريشن تيست بس انت الحين شو تسوي؟ اي واحد تشيك السكر مالته تشيك الكالسيوم مو تنسى اذا السكر طبيعي اتاكد هو الكالسيوم اللي راح اعطيكم اياها بالمحاضره الاخرى مبارك شلون دور المحاضره مع هذا الكالسيوم؟ هسه واضحه الهايبرنترينيا لا واضحه واضحه ابو الحسن لا نعم دكتور ان شاء الله واضح واضح دكتور ما اصلح اكثر على اللي يصير مي بالدماغ ومي بالسيربرال اديما دول المرضى فين يموتون 100% مهم انه لا اكثر مو مهم تستاهل حق على المتر هسه من الصبح ما تبي مهم جدا ما تلقى ما يعطيك اياها هالشيء سمول فيدنج يعطيك اياها المحاضره هاي وحده التصوير ناس المحاضره واحد جاب لك هذا هاي بون تريني او بقول لك هايبر تريني انت وانت عم ياهو ما تدري فيه شو تقول له؟ قلت له يا ابو المريض اقل من 48 ساعه علاماته شديده والقراءة ما شديدة كلش عالية ولا هاي إذا الآن المانجمنت ما بتعتمد على ذلك ثلاث عوامل ثلاثة سواء هايبر أو هاي والهاي بول مهتم بأن دور المستيقظ يقدر يصير قسمة من نورمو بولي وهايبر بولي وهايبر بولي بينما الهايبر نتيجة اعتمادها على الوتر ديفيسيت على الوتر ديفيسيت
فقط. اذا كان عندك قابليه احسن جدا من المؤشر اللي فقط. شلون احنا بدي ويت مالتي بدي ويت ويت احسن مالتي. وانا عندي طبقه كامله شاب وكل شيء مالي 70 مللي، مره شابه 60 مللي، كبير من العمر 50 مللي، طفل 70 مللي. الهايبر نتريمي كل ما صعد 10 انقص 10. هاي هو عندي الرقم من يكونيه على 140 ناقص واحد يطلع لي الدور اطفال. لا هذا الشيء الكالسيوم مهم لبناء الجسم وكذلك تكسر الجسم بلاط بلوت ومصر الكونترات قدم يا شوف ملخص يفيد العضله يفيد الدم يفيد العضله 99% من العظام والاسنان هو عباره عن كالسيوم. ملخصات كلها ملخصات حطيت وياها ملخص المرن الفاصل هو عمر 50 او مينابوز جو ال 50 باليوم الواحد تحتاج 1000 ملي جرام ويصير يوميا ايش قد نعطيك كالسيوم؟ الكالسيوم المرأة قبل سي دي بي اس 1000 ملي فورد ورا سي دي بي اس 1200 ام متشسد على قد ايش بدي هي عمرها 45 بعد الدوره الشهريه بعد ما انفصل اعطيك بس 1000 ملي فورد بعد ايش تعطي كالسيوم كيف؟ وراها اعطي 1200 الرجل عمر الفاصل هو 70 جوا 70 اعطي 1000 فوق ال 70 لانه ما شافش النظام قوي اعطي 1200 الشاب وبعمر النمو لا اضعف 300 يعني اذا جاء واحد بريد كالسيوم وبدا يجيب يحتاج كالسيوم عمره 17 سنه اضعف 300 اذا صار بدك تجيب ارقام بعد ايش تدور فيه؟ المرأة عمره 50 وجوا 1000 فوق ال 50 1200 الرجال عمره 70 جوا 1000 فوق ال 70 1200 اللي براوي والطفل والمراهق والشاب والهاب اضعف 300 هذا بالنسبه للكالسيوم زين الكالسيوم شنو تقسيمه فسره بسيطه الصور هاي البوس كلها هون الدم بس 1% 99% من الكالسيوم وين موجود بالعظام والاسنان بس بالدم شوي 1% ال 1% شلون يقسمونه 45% يسمونه ايونايز والايونايز هو المهم يسمونه الاكتيف فور و 45% من الواحد نصف ايونايز النص الثاني 45% 10 بعدين يسمونها كمباوند شنو كمباوند وين الاجوبه؟ و10% لا كمباوند وين مواد ثانيه سبراي سلطي سوالف اذا قلت لك اذا يا هو النشر بالجسم كله قل لي الواحد بالمية ال 45% المهمه هي الايونات هاي نقيسها بالدم بس تحت التحليل انت قاعد تقيس من 1% نصفا 45% يسمونها الايونات المهدرج يعني الايونات كالسيوم اللي هو الاكتف هو المسؤول عن الاعراض الجانبيه واضحه؟ اكو معادله كلش مهمه لو واحد مو يحسبها بالدم يحسب لك الكالسيوم يجيك التحليل ركز وياي تسوى ملايين هاي يجي الكالسيوم بالدم بالمفترض الكالسيوم هو مو قراءه صحيحه على ليش؟ لانه معتمد على البومين لان ايش قلنا احنا؟ قلنا 45% هو فري بس 45% ثاني مرتبط بالالبومين فيجوز المريض الالبومين عنده قليل ولذلك المعادله اللي تطلع الكالسيوم الحقيقي يسمونها الكوركتد كالسيوم، الكالسيوم المصحح. شنو المعادله؟ هم اللي مهمه كلش تنقلها في حياتك يا مبارك تنسونها، يجي كالسيوم عنده قليل ومبارك بالطوارئ يعطي كالسيوم، اجى انا قلت له لا اعطيت كالسيوم غلط. انت الكالسيوم الحقيقي من جسم طبيعي انت تستغرب، قال مو جاني سبعه هو طبيعي 8 ونص الى 10 ونص، اقول له المريض عنده البومين قليل فما عم سبعه. اذا الكوركت الكالسيوم يساوي ايش قد الكالسيوم اللي يجيب مثلا 7.5 زائد 0.8 في 4 ناقص الالبومين اذا المريض اي واحد يجيب كالسيوم ادزه فوق البومين الالبومين طلع 3.5 شو اسوي انا؟ كالسيوم يساوي الكالسيوم الحقيقي 7 حجار زائد 0.8 في 4 ناقص الالبومين جاب 3.5
فاضرب بوينت 8 في النص مثلا طلع لك واحد واحد ونص، وانا عندي كان يسوي سبعه طلع ثمانيه ونص، اذا كان يسوي تحقيق نسبي طبيعي، بينما انت ايش حسبته؟ ايش كان يسوي قليل وطريقه كان يسوي واضح المعادله صارت كم معادله عندكم؟ اثنين. حساب الوتر يعتمد على التوتر بالويت اللي انت سؤالك، والثانية حساب الكوركتد كالسيوم يعتمد على البرومين. إذا ديت المعادلة أحتاج منها بس الوزن، وهاي المعادلة أحتاج منها بس البرومين، حفظ الأرقام، حفظ الأرقام. زين. أنا هسه الكالسيوم مثل الصوديوم، أخذ صعود الكالسيوم ونزول الكالسيوم. بقول كل امتحان يجيكم سؤال يدرن بالك. هو صعود البوتاسيوم الهايبركالمية تجيكم المانجمنت مالتها شلون نخلي الجدار ومن البوتاسيوم ونحن القلب وشكله منزله نطي انسولين نطي بصات ونطي تذكرونه. والثانيه المانجمنت اوف هايبركالسيوم، ليش احدد الاثنين؟ لان الاثنين فين المريض يموت فيه اذا ما تعالج، بينما نزول الصوديوم او نزول الكالسيوم او نزول البوتاسيوم ممكن المريض يطول شهر. واضح الصورة؟ إذا اثنين ما تنساهم، المانجمنت اوف هايبركاليميا والمانجمنت اوف هايبركاسيم. المانجمنت اوف هايبركاليميا تتذكرون الهايبركاليميا ايش قلنا؟ ايش يحتاج منك؟ هاي اندكس اوبسس مش ليش؟ لأن قلنا الهايبركاليميا تأثيرها أعقد وممكن يجيك الشمال. بس نعم، بس عندها عجزتين. الهايبركاسيميا شنو الأعراض مالتها هسه كنا حكيناها؟ نفسها بالسكر. نفسها بالدي تي اي. لانه مواد اوليه تخلي المريض يطول الوايد، يجي طول يوريا، طول دبسيه، يشرب مي ماي، يقول الوايد وجفاف ودايخ. هذه اذا جاب المريض وجا المريض والطوارئ قاعد في مطار، شو يقول حق المريض هذا؟ وشاف المريض يقول هذا اليوم 100 هذا السكر. يشيك السكر مبارك يبقى 150. يشيك السكر بالاداري لا طبيعي. يوغا لا يتذكر المحاضره، يقول شنو بالضبط يشبه السكر؟ يجي حالة طارئة، إذا مو سكر هاي هايبركالسيميا. إذا دائما اللي تشبه نوبة السكر بالطوارئ بزوجة الدم عالية والمريض يشرب مي هواي ويتبول هواي وهو ما عنده سكر يساوي هايبركالسيميا، أو إذا الكالسيوم طبيعي دايابيتس انسيبيدس. والأخيرة قلنا هذا مو تنسون هاي، إذا الهايبركالسيميا هسه شنو الكوزز أوف هايبركالسيميا؟ الكوزز يا عم الامعاء تمتص كالسيوم هواي. ليش تمتص كالسيوم هواي؟ عندها فيتامين دي بار او الليفيتد الباراثيرود هرمون، يعني الباراثيرود اللي يطلع كالسيوم من الامعاء عندها زياده افراز يسمونها هايبر باراثيرود هاي واحد من الامعاء. ثانيا الافراز الطرح عن طريق التبن قريب، شنو الطرح عن طريق التبن قريب؟ يا اما ياخذ مجبرات اسمها فيزاك او عندك فقدان للكالسيوم للعظام ويجي للدم كل شوي. شنو يخلي الكالسيوم يطلع من العظم ويجي للدم وهي هاي المشكله؟ هو زياده افراز الغده الجارده اللي يسمونها هايبرثايرويدزم او مالجنس. ولذلك اكو قاعده مهمه كاتب لكم اياها نوتس يتذكرها يمكن امبارح كاتبها من زمان. يقول لك اكثر من 90% او 95% من المرضى اللي بالطوارئ وبالانعاش وبالطوارئ عندهم كالسيوم عالي وادرار وتبول 95% او 90% هو يا اما مالجنسي سرطان بالجسم بفقدان معين او هايبر باراثيرويد، يعني بقيه الاسباب فيتامين دي شو اسمه كل ما شكل 10. اذا انت اريد تفضل بين الاثنين، اي مريض صعود الكالسيوم كبير بالعمر قول هاي يا اما الغده جاره درقيه في الزايد او الهايبر كالسيميا جوجو مالجنسي. وإذا مالجنسي كبير كبير عمر حتى مالجنسي كانسر لازم تدور وين؟ بالبريت، باللان، بالاوفري، بالبون، اشوف هذا السرطان مين ادور عليه؟ شوف انت بحوشك وعرفت عندك كانسر معين بالجسم عن طريق صعود الكالسيوم، شلون جاي المريض بالكالسيوم؟ يجي تهول الواي وسبلاي واي وجفاف وديهايدريشن مانجمنت كله راح نجي علينا هسه تتقسم قسمين. شنو الكلينيكال فيتشر؟ هم قلنا يتفول كل شوار، يجي فريكونت يورينيشن ويصير عنده حصو كل شوار، جي اي بي نويز او فومتنج وداري كانما نومة سكر يتغير وتغير وقبض وبطنه ترجع وجفاف ويتفول الماي حتى يابس كلها نفس الشيء وصلوا هاي البالبتيشن وتكاذب الاعراض السريريه.
شنو الكومبليكيشن؟ شنو المضاعفات مال المريض عند هايبر كلاسيميا؟ كروم السرعي شنو المريض؟ ممكن يصير مفسد الكلاسيكيشن، التكلس يصير بالشرايين وبالاوردة وبالعضلات يسمى مفسد، التكلس منتشر، بعد يصير حصو عند رينال ستون، بعد يصير عند هشاشه راح يقول مو كالسيوم عالي ليش هشاشه؟ لان في نقول يطلع من البول يرجع للدم فيصير هشاشه بالعظام، بعد فاقول كلش مهمه. كل استحساب الواي مشخص كعادة أو مشخصين عندهم زهايمر هو طلعت من فدائما دائما اكتب عليها ملاحظة دائما السي إن إس مانفستيشن مال الهايبركاسيمي تيجي على شكل ديمينشيا أو ديبرشن كروم بالأخير يسوي كروم دائما يجون كعادة أو خرف مبكر وبعد ممكن يأثر على الهارت بس الصورة قليلة هذني الكومبليكيشن التريتمنت هي هاي الأجهزة مثل العلاج مثل اللي تريد تسمعي هايبركالين أجيبتك معي هايبركالين تتذكرون بالهايبركالين مجدنا أول واحد وأهم واحد مجدنا إن أهم واحد نحن القلب من البوتاسيوم من الكالسيوم من الكالسيوم وبعدين النزل ركز على هذا هاي شنو أهم شيء؟ أهم شيء جفاف عندك فأهم شيء بدل الكالسيوم من الكالسيوم ست مغذيات مثل نوبة السكر وبعدين ينزل الكالسيوم كم هي هاي هذه البوتاسيوم احمل القلب بالكالسيوم وبعدين انزل البوتاسيوم. الكالسيوم اغرد الجسم بالمي ست مغذيات وبعدين شنو؟ انزل الكالسيوم. اذا التريتمنت الاول انا الصوديوم سلاين دوت هايدريشن مغذي مانع لان جفاف جفاف لازم مغذي مانع ايش قد تحط ثلاث التار تقريبا ثلاث التار يعني ايش قد ست مغذيات مثل نوبه السكري الفا مبارك هاي دول الدكتعين يسمونها دي كي نوبة السكر من يكون من ست مغذيات اذا انت تخلي بالك ست مغذيات تجي تصور الله يرحمه الله يرحمه اذكر مثلا وما يصير استاذ مكتوب دكتور ستار والباطنيين يتوفر ايش اجى؟ اجى جفاف وتبول وحق يابس وفاقد ايش طلع عندك؟ هذا بعد اعرف عنده سرطان اسمه مرطب المايلوما بالجسم اعرف من الاطباء الموجودين ولذلك قرروا هذا عنده اثر كاسر فاول شيء خلوا ست مغذيات يمه وبعدين ظلوا ينزلون بالكالسيوم، شلون ينزلون بالكالسيوم؟ او الاولى اسمها بيسفوسفينيت اريدك تخليها رقم فيها لان هي هاي اهم وحده اهم دراج يسمونه بيسفوسفينيت جروب اللي هو هذا شنو يقلل هطول الكالسيوم من عظم الدم لبقيه العظم لذلك يفيد المشاكل العظام مثل ايش؟ مثل الاريديا والزوميتا والهاي قبر موجوده بالسود هاي انت لا تحفظون الدوز بس احفظ لك اسم بيسفوسفينيت الثاني الكاسيتونين، كاسيتونين على شكل بقاء، على شكل أبرة، على شكل حباية، كاسيتونين هم السحاري، يبقي هم يقلل الهرمون ريزورسين، يبقي الكالسيوم بالعظم، شوف عملية نفس الميكانيزم، الثالثة اللي هي يسمونها ميثرامايزين، دواء مثل اللي يستخدم بالسرطان، شو يسوى هذا؟ هم يبقي الكالسيوم بالبون، شوف كل المشابهات، الكاليوم نايتريت هم يبقي الكالسيوم بالبون، هم يبقي الهرمون ريزورسين. يا هو المستثمر من هاي القاعدة هو الكورتيكوستيرويد المطل هايدروكورتيزون مثل بالربو مو نطلع هايدروكورتيزون هذا الهايدروكورتيزون يمنع تحويل النبت الفيتامين دي فيتامين دي مو يتحول من 25 الى اكتف فورم يسمونه واحد 25 لا هايدروكورتيزون يعني لا اكتف فورم او فيتامين دي الكورتيزون يمنع تكوين الاكتف فورم او فيتامين دي فمو تنسون الكورتيزون كل نفس الميكانيزم هذا الكورتيزون انهبت الفيتامين دي كونفرشن تو اكتف فورم عن طريق الهايدروكورتيزون والاخيره نفس الصوره البوتاسيوم اسوي غسل واضحه الصوره؟ زين هاي الهايبوكالسيميا اعطيتني اياها في المحاضره السابقه فلا واضح المحاضره اللي هو واضح نعم دكتور واضح واضح هسه الكالسيوم نفس سالفة البوتاسيوم أغرب الجسم بالمي وبعدين أنزله بطرق أربعة خمسة أفضل من تقول دائما أبرة سيمنزوميتا موجودة بالسفرية أو ميثرامايسين موجود أو كاسيتونين موجود أو الذكاء الكورتيزون بالبوارة الوحيد هو يمنع تكوين الاكتفور أو صولة بس ذاك البوتاسيوم إذا صاعد شطي أطلق كالسيوم ونزله عن طريق الإنسولين وغيره صوديوم بايكارب هاي تجهز يعني تشغل كل شيء بسيط سهل ولا انسى الملاحظه الكبرى انه اذا شفت الكالسيوم اتذكر شغلتين ليش بحس السكر؟ واتذكر انه 90% لو سرطان
لو الغده الدرقيه. فاذا مريض كبير وكبير بالعمر مثل الله يرحمه الدكتور ستار ونعرفه ندور على السرطان. مره شاف مره نص عمر 50 سنه اخذ له من هاي الفتره واضح الصوره؟ اكو سؤال بدكم تقول له؟ بالنسبه لزهراء دكتور شلون تعرف المريض من حال اكيوت او حسب الديوريشن. الديوريشن زهراء بالنسبه للاكيوت او كروني بالكلمه اكيوت وكروني هاي بدنا نسميها او هاي بدنا نسميها اللي يحددها الديوريشن 48 ساعه والكوز يعني بين اذا واحد صار له صار 6 ساعات وصار عنده هاي بدنا اعتبر اكيوت. بس اذا عملت دارت السيمبتومز ومرض قديم اذا كرونيك حسب السبب. واضح الصوره؟ سؤال حلو هذا ما زال على اسئلتك. السبب مهم جدا والهيستوري هو يجي لك كان مرضي اليوم او البارحه اللي جاي. واضح الصوره؟ السبب ولا جيد. السؤال الثاني فارس حسين علي الهايبر كلاسيمي دكتور بس الهايبر هاي مات الهايبرتاسيميا كيف يؤدي الى هايبرنكريميا بحاله واحده بس. احنا ايش قلنا الهايبرنكريميا شنو السبب مالك؟ الجفاف فقدان وين؟ وجع جلد في الجلد. فاذا الهايبرتاسيميا راح تسوي لك شو تسوي لك الهايبرتاسيميا؟ تسوي لك جفاف. وشو تسوي لك الهايبرتاسيميا وحده تكون ضعفاتها؟ نفروجينيك دايركت سنسيفيتاس ودايركت سنسيفيتاس هو واحد من اسباب شنو؟ الهايبرنكريميا. واضح فارس؟ واضح دكتور. اذا الهايبرتاسيميا يسوي جفاف والجفاف نفس حاله شنو؟ النفروجينيك دايركت سنسيفيتاس. والنفروجينيك دايركت سنسيفيتاس هو واحد من اسباب الهايبر مثل ما حكينا. بعد زهراء اسال عن حاله معالجه صعود الكالسيوم وصعود الصوديوم هل يصعب؟ يعني حاله الكالسيوم وصعود الصوديوم احنا هنا ما نستعمل المدررات. ليش ما نستعمل المدررات؟ حسب السبب. بس انا شو اسوي؟ اركز على الهايبرنتريا مو على الهايبرتاسيميا. شلون؟ انا اقول اذا اطلب مدررات واطرح بس وركات ما سويت شيء. انا علاجي صوديوم ايش قلنا علاج الصوديوم؟ تعويض الوتر وتر ديفيسيت حسب السبب. يعني اذا مريض نفروجين بس انا بشتكي من المي اعوض المي. فاذا اطلب مدررات بعد افقد مي طاي فاصلح الكالسيوم بس بنفس الحاله شو اسوي؟ ادمر قيمه بهذا المثل يعني فما افضل استخدام. طيب خوش اسئله هاي مالتها. بعد اسماء عاشور. هاي مو مثل يا دكتور اذا مريض مستوى الصوديوم قليل جدا مثلا 100 او اقل يحتاج اكثر يصير ابيض اكثر من 10 ها عفوا السؤال هذا حلو. اسماء انت تقدرين تضيفين اكثر من 12 وتوصلين الى 18 اذا المريض اكيوت وسيفير مثل ما قلنا. ليش؟ لان ليس راح يموت المريض فممكن الجاسمين تحطين. بس اذا كرونيك او المريض اعراضه مو قويه حتى لا شديده 105 ما انصح. فيش معادله تسوي. جيد. خش اسئله اسئله زين احنا مركزين جاسمين كتاب المحاضره. واضح الصوره؟ بعد اكو اسئله طلاب؟